السلام عليكم متابعينا، اهلا وسهلا بكم في قناة جيمز ماستر. عدنا لكم في حلقة جديدة من لعبة بوكيمون سورد، ونستكمل الحلقة السابقة اصدقائي بتطوير كام فو كي نصله الى مستوى 70. سنتواجه السلحفاة المائية العملاقة. عسى اصدقائي لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تظهر لكم جميع الحلقات الجديدة اول باول، ولا تنسوا اللايكات والكومنتات والقلوب الصفراء والدعم المستمر للقناة حتى نستمر في نشر الحلقات الجديدة اول باول. ودعمكم المستمر للقناة هو ما يحفزنا للاستمرار في العمل في القناة أصدقائي. حسنا، اقتربنا جدا من القضاء على السلحفاة المائية الضخمة بضربة واحدة، لكنها لم نستطع القضاء عليها بضربة واحدة. حسنا، أوه أصابنا بالشلل أيضا. حسنا، اختار فايت، اختار نبض التنين. استخدم أيضا هجوم الجسم الضخم بالقفز علينا. أوه لا، أصابنا بالشلل، لم نستطع التحرك. تيرنوتوس يستخدم هجوم المائي إكسبيديشن. حسنا، كان سيقوم بالقضاء علينا ولا لم ينجح بالقضاء علينا. ما زال صامدا. كابفو يصبح مستوى 32، يريد تعلم هجوم بالك اب، ولكن ليست لها اي قيمة. حسنا، الأخطبوط أصبح مستوى 63. وعسل نعود ثانية نستعيد صحة بوكيموناتنا أصدقائنا. هو إترناتوس نذهب للماستر دوجو نستعيد صحة البوكيمونات. أجر ريستور لن يعود إلى حالته عشان مصاب بالشلل وفاقد الكثير من الطاقة. إترناتوس كان قريب من فقدانه للوعي. حسنا، نستمر بالتقدم أصدقائي. مواجهة البوكيمونات البرية أيضا مرة أخرى. حسنا، فلنبحث عن بوكيمونات برية جديدة. حسنا، نواجه هذا البوكيمون الأرنب لوبني. اوكي، نختار إترناتوس. ونحن نعرف بالتأكيد أنك تستطيع هزيمته بسهولة. نستخدم الآن فايت أصدقائي. نستخدم الديناماكس كانون، مدفع ديناماكس. نقضي عليها، لم تقضي عليها بضربة واحدة. حسنا، نستخدم أمنية العلاج. حسنا، نستخدم نبض التنين دراغون بولز على الأرنب صاحب الدونين الطويلتين جدا. حسنا، أخيرا قضينا على لوبني. أوكي، إذا نكتسب بعض نقاط الخبرة أيضا. كابفو يصبح مستوى 33، سندريس مستوى 64. حسنا، ما زلنا نحتاج الكثير لرفع المستوى كابفو. حسنا، نستمر بالتقدم. الطور بديش أهاجمه، هذا واجهناه بالهيك. قوته مزعجة أيضا، لا نستطيع هزيمته بسهولة. حسنا، نستمر بالتقدم أصدقائنا. حسنا، نواجه بعض البوكيمونات البرية. هذه الحشرة بيمبدي. أوكي، حسنا، فلنرى بيمبدي. حسنا، أعتقد أنها ضعيفة أمام النار، لذا ستستخدم قذف اللهب فليم ثرور. اختار فايت. هي سوبر افكتيف كما ترون، قاذف اللهب. حسنا، نقضي على فيمبدي بضربة واحدة. اكتسب بعض نقاط الخبرة لكن ليست كثيرة. حسنا، نبحث عن بوكيمونات أكثر قوة. حسنا، نستمر بالتقدم. نبحث عن طريق آخر. هل يوجد طريق؟ الطرق مسدودة. يوجد طريق من هنا. حسنا، نستمر بالتقدم. نواجه تنجيلا. اوكي، تنجيلا اعتقد بوكيمون ماي. حسنا، سأستخدم الديناماكس كانون، مدفع ديناماكس. نختار فايت. او لا، استنى، هجوم السام خطأ.
تقريبا نص سوبر افكتيف كانت علي. او كمان نباتي وماي حسنا. نستخدم ايضا مرة اخرى نستخدم قاذف اللهب. ما سوبر افكتيف علي، تأثيرة خارق جدا علي. تنجيلا تفقد وعيها اصدقائي، واخيرا انتصرنا على تنجيلا. نكتسب بعض نقاط الخبرة ايضا. هيدي جوز يتطور مستوى 61، كابافو لم يتطور. حسنا نستمر بالتقدم اصدقائنا لمواجهة بوكيمونات اكثر قوة هنا في هذا المكان في برج الظلام. حسنا نواجه سايتر. حسنا فلنرى سايتر من هو الزعيم هنا. اختار اترنتوس، اعرف انك تستطيع فعل اترنتوس. حسنا ضغط على اترنتوس. اختار فايت الان. نستخدم قاذف اللهب. قاذف اللهب يقضي على سوبر افكتيف، تأثيره خارق جدا على سايتر. سايتر نباتي اعتقد. كابافو يصبح مستوى 34. حسنا نعمل حفظ للعبة ايضا مرة اخرى. حسنا نتجنب تورس، نصعد للأعلى. نصعد للمزيد، يوجد طائر هنا قوي جدا، أريد مواجهته مرة أخرى. ها هو هذا الطائر الغريب، بريفي. أوكي حسنا نواجه بريفي. نحصل على بعض الطاقة 200 واط. نواجه هذا البوكيمون المزعج هنا. مين فوق؟ اوكي فلنقضي على منفو بضربة واحدة اصدقائنا. حسنا نستخدم نبض التنين دراغون بولتس. نقضي على منفو بضربة واحدة. اجل ننجح بالقضاء عليه بضربة واحدة اصدقائي. اكتسب بعض نقاط الخبرة ايضا. حسنا نواجه الطائر بريفي الآن. برافري. أوكي حسنا طائر شجاع. حسنا اختار فايت الآن. نختار أيضا الديناماكس كانون، ندفع الديناماكس ضد الطائر الشجاع. فلنرى هل سيصمد أمام هجوم الديناماكس كانون. هو ما زال صامدا. فشل هجوم الرياح منه. حسنا نستخدم نبض التنين اللي هو الدراغون بولز. حسنا نطلق هجمة الدراغون بولز علي. حسنا طائر الشجاع يفقد وعيه اصدقائنا، ونرى كم سنحصل على نقاط خبرة الان. حسنا كابافو يصبح مستوى 35 الان. نواجه هذا البوكيمون ايضا الكلب الصغير هنا روكروف. اوكي حسنا اختار فايت. نستخدم دراغون بولز نبض التنين. حسنا اكتسب بعض نقاط الخبرة لكن ليست كثيرة بسبب ان الكلب صغير ضعيف جدا. حسنا حاول مواجهة الطائر الثاني. ها هو يريد مواجهتنا الان. ها انطلق نحونا الان. حسنا سنهاجم الطائر برافري الطائر الشجاع. حسنا نستخدم الان اصدقائنا هجوم نبض التنين. نختار فايت، نختار نبض التنين او دراغون بولز. على الطائر الشجاع بريفري ولكنه ما زال صامدا ايضا. حسنا استخدم نبض التنين مرة اخرى. نقضي على الطائر الشجاع.
تكتسب الكثير من نقاط الخبرة. التيرناتوس يصبح مستوى 66، فرنجا أيضا مستوى 63، ولكن كابافو لم يتطور بعد. حسنا نصعد للأعلى، نرى هل يوجد بكمنات أكثر قوة. يوجد طائر مرة أخرى هنا. حسنا سنواجه بافري مرة أخرى. بافري كي الطائر الشجاع مرة أخرى. حسنا سأجرب هجوم آخر هذه المرة، نستخدم القاذف اللهب. سأستخدم سلاش، نستخدم نبض التنين مرة أخرى. دراغون بولز، تم القضاء على الطائر الشجاع بسهولة أصدقائنا. اكتسب بعض نقاط الخبرة، يصبح مستوى 36 الآن. كابافو يريد تعلم بعض الهجمات الجديدة. ايرون هيد، اوكي حسنا علمه اياها بدل الروك سماش. روك سماش لانها ضعيفة قليلا، روك سماش وهي فايتنج كمان ناشية. الرأس الحديدي، حسن كابافو تعلم ضربة الرأس الحديدي الآن. نقوم بحفظ اللعبة ثانية، نصعد للأعلى. يجب أن يكون كابافو يقول لنا فقط في فريقك. حسنا يوجد كرة أنا نحصل عليها، يوجد بها نظارات سوداء بلاك جلاسز. اوكي حسنا ننزل للأسفل، نحاول مواجهة بوكيمونات أخرى، بوكيمونات برية أخرى. ها هو يوجد الطائر الشجاع مرة أخرى، هل سنضطر إلى مواجهته؟ حسنا فلنرى. حسنا سنواجه الطائر الشجاع مرة أخرى أصدقائي. بريفري، حسنا نجرب هجمة أخرى أصدقائي الآن. هجوم السم، حسنا السم على شكل إكس لكن ليست لها تأثير كبير علي. حسنا نستخدم فايت، نستخدم الديناماكس كانون أيضا، مدفع الديناماكس على الطائر الشجاع. تقدر الطائر الشجاع أصدقائي نكتسب هكذا، ننتصر في هذه المعركة، نكتسب الكثير من نقاط الخبرة. كابافو يصبح مستوى 37. حسنا ننزل للأسفل، نبحث عن بوكيمونات جديدة للقضاء عليها. سوف نرى هذا البوكيمون بي شارب. اوكي سنواجهه بإيترنيتوس. اختار فايت مرة اخرى، اختار الديناماكس كانون، ندفع ديناماكس فنرى هل سيصمد امام هذه الهجمة القوية من إيترنيتوس. او لا، لقد صمد امامها. حسنا ليس لها تأثير كبير عليه، استخدم الايرون هيد الرأس الحديدي. استخدم قاذف اللهب، هجمات التنين ليس لها تأثير كبير عليه. قاذف اللهب تقضي عليه أصدقائي سوبر افكتيف، تفقده بضربة واحدة. اكتسب الكثير من نقاط الخبرة أصدقائنا. حسنا حصلنا على ريفايف، يخرج لنا هذا البوكيمون الصخري الصغير ايضا. عشان نختار فايت، نختار دراغون بولز او دايناماكس كانون عفوا، ندفع دايناماكس، نقضي على البوكيمون الصخري بضربة واحدة.
ما زال نقضي عليه لا لم نقضي عليه بضربة واحدة للأسف. استخدم انفجار الصخري. أوه لا، التيرناتوس يقضي عليه من قبل هذا الصغير. سنستخدم بكمان آخر، استخدم الأخطبوط مثلا. نستخدم ريفيرس. اوكي، اللكمة القوية اصدقائي تأثيرها خارق جدا علي. طبعا التيرناتوس تمت هزيمته، نقوم باستبداله. نختار بوكيمون، نختار سواب بوكيمون، نختار بداله البوكيمون الاخطبوط. او لا، اصطدمنا بوكيمون اخر. بما انه لا يعطي الكثير من نقاط الخبرة ساتجنبه هذه المرة. اختار هروب. نحاول الصعود ثانية، نبحث عن بوكيمونات اكثر قوة. حسن، سأواجه هذا البوكيمون. سكارماري. اوكي حسن، كم مرة نجرب هجوم السوبر باور القوة الخارقة مثل الشعاع الفائر الشجاع ريد بيرد. اوه هجمته قوية جدا، سوبر افكتيف. هاي السوبر باور ضربة القوة الخارقة، ولكنها لم تقضي عليها اصدقائنا حتى. سنجرب مرة أخرى السوبر باور. السوبر باور بالتأكيد ستقضي عليها هذه المرة. اكتسب بعض نقاط الخبرة أيضا. كابافو يتطور لمستوى 38. هيلدي جوز أيضا يتطور. سنقوم بحفظ اللعبة. تم الحفظ بنجاح. حسنا، ننزل إلى الأسفل ثانية. حصلنا على الحجر الصلب. حتى لا نطيل عليكم في هذه الحلقة أصدقائي، سأقوم بإنهاء إلى هنا. نراكم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.